الأساتذة كانوا بيتكلموا في البصمة. أنا واحد بشتغل في الشارع، مش عالم من العلماء زي الأساتذة اللي كانوا قاعدين هنا. شايفينهم؟ شايفهم؟ ها؟ مين كان هنا؟ دكتورة سلمى. مين كان هنا؟ لا بقى روق فوق معايا. فالبصمه بسمه، ايه يعني؟ نسهل الامر على الشباب عشان كل واحد فيهم يعمل بصمه. تعالي يا بسمه عشان انت هتعملي بصمه، اقف في جنبي عشان انا هكبر بيك. البصمة احنا في الجامع تاني. البصمة إماطة الأذى عن الطريق، كان أهم مشروع في بغداد بعد 2002 و2003 إن نشيل الزبالة اللي في الشوارع، وعملنا بصمة. البصمة افشوا السلام وأطعموا الطعام، ها؟ وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني البصمة إفشاء السلام. قولي السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي قربي ما تخافيش أنا ما بقعدش. البصمة إيمان، مفيش حد مننا هيستطيع أن يضع بصمة إلا إن كان مؤمنا، صح؟ اسمك إيه؟ صفية. السيدة صفية دي زوجة الرسول ولا عمة الرسول؟ عمته وزوجته. ازاي عمته تتجوزه؟ الله يلا. تعالى يا شيخ، بتقول لك عمته وزوجته في نفس الوقت، ينفع؟ طب الشيخ قال لك لا ما ينفعش. انت عمة الرسول ولا زوجة الرسول؟ فالبصمة إيمان. إيمان أنت تؤمن بنفسك إن أنت قادر على أن تعمل بصمة. البصمة أي عمل بسيط نقوم به في المجتمع. بس اعمل، ابدأ، ابدأي، ما توقفيش. هتجدي عقبات في كل خطوة بتخطيها داخل المجتمع. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ليس كالذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وادفع بالتي هي أحسن، إذا بينك وبينه عداوة كأنه ولي إيه؟ حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني أنت هتخش الجنة بالصبر. ممكن تخليني معاكي؟ اسمحي؟ تكلمي كده ربنا تقول له دخل الجدع ده معايا. ها؟ أنت درجة أولى ولا درجة ثانية؟ فالبصمة عمل. البصمة نتيجة. البصمة خدمة. البصمة رسالة. البصمة حياة. البصمة لا تنتهي بانتهاء الأجل، تستمر فيما بعد في العلم، في الخدمة، في الصدقة الجارية، في كل هذه الأشياء. البصمة في زرع القيم والأخلاقيات في أفئدة هذا الجيل. وأنا هسأل بعض الشباب هنا كيف نصنع البصمة ونحولها إلى عمل مجتمعي. من يتطوع والا اتيت به. تعال انت في الاول، انت قاعد قدامي، ده جوزك متاكده؟ تعال يا جوزك. بس انت طويل ليه؟ ها؟ انت من مصر. طيب كيف تصنع البصمه؟ بالعربي او بالطلياني زي ما انت عايز. بالعربي ماشي. انت ده انتوا الاثنين تكلم بتاعي ايطالي. ايطالي اتفضل. كيف تصنع بصمه؟ مش بسمه، قول للناس، لان انتوا هتصنعوا البساطات. احنا خلاص وقتنا انتهى، مش كده؟ وانت هتديني معاك الجنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف دي اول مشاركه ليا في الجمعيه، يعني
شايف البصمة يعني المتواضعة ان انا جبت ولادي وجيت بصمة. طيب انت بقى في الاول كيف تصنع بصمة وانت برضك هتيجي مش هسيبك. اي حاجة هما يفهموا بس انا ماشي. المهم ان انا حسيت secondo me per lasciare che in profondità i giovani dovrebbero introdursi di più nel mondo religioso e cercare di trasmettere tutto ai figli e alle prossime generazioni. وانت حكاية في تصنيع بصمة عشان الكلام اللي اقوله المشايخ لازم دول يطبقوا عملي. احنا مش بنقول حاجات هنا يعني حاجات حلوة بقى ايه، لا تطبيق العملي البصمة. اتفضلي. السلام عليكم. Io lascerei l'impronta vivendo in questo modo e poi trasmettere tutti questi principi che sto imparando anche questa sera ai miei figli, inshallah, e alle generazioni prossime. Alhamdulillah. تعرف تشرحولها هتعمل بصمة ازاي؟ طيب خلاص. تيجي مش حد فيكم تعالي انت اللي هو ايوه انت لابس احمر. لا ما انتوا لازم تعودوا انك تواجه المجتمع، لازم تعود تواجه المجتمع. هنغير المجتمع ازاي؟ هنبني اسره ازاي؟ هنعمل تعالي انت تهز راسك انت لا انت 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 ايوه انت تعالي انت هزيت راسك على ما انت موافق ايوه انت. كيف تصنع البصمه؟ قولي للشباب يلا. السلام عليكم. السلام. احسن بصمه نضعها لاولادنا ان شاء الله ان نهتموا بها، وخاصه احنا في اوروبا الجيل بتاعنا ناقص برشا حاجات معناها. جود. لازم نخدموا على اولادنا اكثر ان شاء الله. بالتلياني؟ لا ما نعرفش بالتلياني. بالفرنساوي؟ عربي بس. طب خلاص. فلوس بعد كده؟ لا. طيب تعال انت بتظبط نفسك انت. انت بتظبط نفسك عشان تطلع. معلش معلش ايه ده والله ايه ده؟ تعال عشان تدينا بصمتك. لابد نتعود اننا نقف في المواقف الصعبه وما نحرجش. ها؟ تعال هنا جنب جنب اخوك ده يعني. تقول له افكار كده؟ انت جنب المصري؟ انا ما اعرفش والله. كيف تصنع البصمه؟ ما تقطعش من نسلك لا اله الا الله. ما تقطعش من ما تقطعش من نسلك لا اله الا الله. يعني ايه؟ يعني حافظ على لا اله الا الله ليك ولولادك ولشركك. الميكروفون جنبك عشان يصلين. حافظ على لا اله الا الله ليك ولنفسك ولاسرتك. طب هو اعظم الذكر لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب الشاب الجميل اللي قاعد هنا، ايوه انت 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 اللي لابس رماجي ده، ايوه اللي جنب الاخ بتاع الاسلام الكبير ده، انت ايوه انت. تعالى يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي بحبك. انت كلك بصمات وبسمات بقصمات. هتيجي انت بعد كده. مش انت بص لي اللي يبص لي يجيب ابتسامة على طول. تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف تصنع بصمة؟ طليانية يا طليانية أي لغة؟ Secondo me per lasciare l'impronta è trattare le persone come vorresti essere trattato, quindi con molta empatia. Andiamo a basta. Basta. Allora, basta, ha un kelma. كنت قلتها احنا كنا الاسبوع اللي فات كنا في سبين في اسبانيا ومعانا شباب زي الفل وعلاقات زي الفل زيكم بسم الله ما شاء الله. عايز تقول لي حاجه؟ ايه حلم الحياه؟ عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى ايه؟ تطلعي دكتوره مهندسه؟ كلمي قول لهم بالطلياني. طب تعالي جنبي تعالي جنبي.
فمن أهم الأشياء اللي الشباب يتركوا بها بصمة إن المجتمع يشوفهم إنهم بيضحوا من أجل المجتمع. أول 6-7 سنين في العمل الإغاثي من 86 كان ما فيش شاب من عندنا بيقعد في بيته في رمضان مع أهله وولاده 30 يوم أو 27 يوم أو 28 يوم على الطريق، كل ليلة في مسجد في مدينة مختلفة. ما زال الناس يتذكروا هذا العمل، كلهم شباب صغيرين كأمثالكم، كلكم شباب بإذن الله سبحانه وتعالى. دي بصمة بسيطة، حركة. البصمة حركة إيمانية، الإيمان طاقة إيجابية يجعل الشخص يتحرك بهذه الطاقة الإيمانية في المجتمع فيغير من جنبات المجتمع. لذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيناموا، ما كانوش بيتعبوا، لأن كانت الطاقة الإيمانية الإيجابية موصولة بلا إله إلا الله محمد رسول الله نتكلم عليه لأعظم الذكر. فلذلك التغيير المجتمعي يبدأ بحركة إيمانية مجتمعية بسيطة تستطيع أن تزيل الجبال فيما بعد، أن تحول الصحراوات إلى خضار. كان عبد الحليم حافظ عارفينه طبعا، عارف عبد الحليم حافظ؟ غني كده؟ انت مصري كمان؟ لا مغربي. طب ليه مغربي؟ ليه؟ بيقول لي فوت على الصحراء ايه؟ تخضر. لكن فعلا ان امنت ان تجعل الصحراء خضراء ستكون خضراء باذن الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى البصمة إيمان، يقين، عمل، صبر، تدافع، رسالة، وبعدين إنجاز. قد لا ينجز العمل في حياتك، كتير جدا من الأنبياء بذلوا الجهد لعشرات السنين أو المئات السنين وما آمن بهم إلا قليل. في أنبياء لم يذكروا، ربنا ما ذكرهمش لينا، أرسل آلاف وآلاف من أنبياء أدوا رسالة عليهم لكن لم يؤمن بهم أحد. فلذلك لن يموت أو لن تموت من كانت لها رسالة أبدا على الإطلاق. لن يموت صاحب الرسالة، لن يموت من ترك في حياته أو بعد مماته بصمة للمجتمع أبدا. فلذلك ربوا أبناءكم على هذه القيمة العالية أن نتنازل من أجل إحياء الدين في قلوب الخلائق حتى يحبنا الحجر والشجر والسماوات والأرض والحشرات والطيور والحيوانات والبشر والملائكة والله سبحانه وتعالى. الحب تعددية إيمانية في قلوب كل خلق من الخلائق. الإنسان ساعات بيذهب لمكان ويقعد في وسط ناس ويقول احنا شفناك قبل كده، وانت عمرك ما رحت المكان ده قبل كده خالص. الأرواح جنود مجندة، من تعرف منها اختلف. أنا مثلا أقابلك يا ريت هتقابلنا قبل كده فين؟ 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 ما تغششيها. مش انتي مامتها؟ تعالي اقفي جنبها. خافت ولا ايه؟ قابلنا فين؟ فعلا حصل كتير جدا. بيدخلي مكان والناس اللي حابه جدا جدا، ليه؟ لان اصبح ربنا وضع علاقه قبول بين ايه؟ قلوب هؤلاء العباد. وده ليه؟ لان بتحب الناس. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحصار، زي ما مولانا كان بيتكلم، كان بيبعث لاعدائه، ونفس الامر حصل مع سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن بحصل القسطنطينية. وكانوا المسيحيين على وشك الهلاك فأمر برفع الحصار. كانت تستدسخ القسطنطينية في عصر عمر بن عبد العزيز انه رفض ان يموت الناس بالحصار، لان ايمانه كان اعلى من فتح الحصون. ايمانه ان يحمي البشر
إيمانه كان ينقذ البشرية ووضع البصمة. نحن نتكلم عن عمر بن عبد العزيز بعد 1300 سنة من مماته في هذا المكان. لو سألنا سيدنا عمر بن عبد العزيز هل تتخيل أن في يوم من الأيام كنا هنتكلم عنك في بولونيا؟ قال لك لا. هي دي البصمة. البصمة تواضع وأخلاق وقيم وحب زي ما حكينا عنها. أنا بس بكمل مع اللي بدأوا الأساتذة اللي كانوا موجودين. هم أخذونا في مكان جميل مش هنرجع منه. ما بدنا نمشي فيه. يا سارة قولي لي عشان أعرف. طيب بدأنا بلا شيء. والله الذي لا إله إلا هو معايا زكريا وأنا يحيى. يبقى أنا ابنه بابا. زكريا ويحيى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. هطلعك بعد كده كل شيء واحد سأل سؤال. فما كانش عندنا أي فكرة إننا هنكون النهاردة في بولونيا. كانش عندنا لا مكتب ولا طاولة ولا كمبيوتر ولا عربية ولا أي حاجة ولا غرفة. لكن هدفنا حاجة كلمة واحدة. هل يعني إيه بالإيطالي هل؟ أيوتو. هاي كامل. أيوتو. لا لا كنا كمان حرك الجماهير. أيوتو. واحد كده يديها شدة جامدة. شدة جامدة كده. يا كان مصر أيوتا باي باي فا دبي يورلا باي يورلا يورلا أيوتا. خلينا شعار واحد. ادفع قرش كل يوم. ادفع قرش ساغ يعني بنس يعني سنتيم كل يوم. يعني ادفع في السنة 365 قرش. كان ساعتها عدد المسلمين مليار. حد بقى يحسبها كده كم ايه 365 مليون في السنة. تخيلي من قرش واحد بس. شوف قد ايه القرش ده بيترك البصمة اللي بتترك الأثر ده بيغير المجتمع. فالمحاضرة النهاردة مش مجرد كلام هنتنظر بيه لأن أصحاب عملوه والرسول قاله وأحاديث وآيات. أبدا. كل واحد فينا يخلق يقول لنفسه وتقول لنفسها أنا أريد أن أصنع بصمة. وكل منا ميسر لما خلق له. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بتقدر تعمل بصمة على مستوى حارة، على مستوى شارع، على مستوى أسرة، على مستوى فرد، على مستوى حي، على مستوى مدينة، على مستوى قرية، على مستوى وطن، على مستوى دولة، على مستوى إقليم، على مستوى قارة، على مستوى العالم. تعمل بس لا تقعدوا أبدا في الوقت الذي نتهم فيه بالإسلاموفوبيا. معايا؟ إسلاموفوبيا إسلاموفوبيا. عملي زي دي لا صفية. هنديهم حب فوبيا. هنديهم بركة فوبيا. هنديهم خير فوبيا. اديني فوبيا تانية. حب فوبيا بركة فوبيا خير فوبيا. ما تتكلموا انا مطلعكم عشان انا اتكلم. اتكلم يا جدع حب فوبيا. الصلاة فوبيا. إذا المطلع عشان حد يديني حاجة كده من فوبيا دي. صدقة بركة فوبيا. صدقة فوبيا. ايه؟ استنى استنى. أيوتوفوبيا. الله. هتكلم فينا فوبيا؟ احنا النهارده هنديكوا فوبيا للصبح. هنخلي حياتكم كلها فوبيا بس بالحب والبركة والخير
وثاني والصدقات زكاه فوبيا ها جرانوفوبيا ثاني يلا صلافوبيا صلافوبيا وبعدين ايه ثاني ها قراءة القرآن فوبيا لابد ان تقابلي بالفوبيا دي بشيء بوزيتيف لان كلمه فوبيا هم عاملينها عشان تكون نيجاتيف نواجه السلبيات بايجابيات يرمونكم بالحجر ترمونهم بالثمر فانتم كالشجر المثمر باذن الله سبحانه وتعالى والشجر المثمر يظل الناس ويعطيهم الثمر فالفوبيا دي لازم نقف لها وقفه علشان تعالي جنبي اسمك انت صفية السيدة صفية لما تكبر يكون احنا تركنا لها الطريق معبد ابنك اسمه ايه؟ آدم وآدم يونس ويونس لما آدم ويونس يكبروا يكون الطريق ممهد ليهم عيب علينا وكل العيب أن نترك هذه الحياة دون أن نترك أثر أو بصمة لصفية وآدم ويونس اسمك ايه تعالي ايوه اللي جنبك بنتي يوم عايز تعالي تعالي يوم يوم واللي قدامك ايوه بنتي انتوا من غنى ولا منين؟ بنتك ايوه اللي جنبك دي من نفس البلد من نفس بلد حضرتك ايوه ها تعالي 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 انت انت بس كان معلم ولا البصمه اللي هتحضرني من نفسك بالتالي عيب علينا ابدا امهات واباء وشباب ان نترك الدنيا قبل ان نصنع البصمه لمن حولنا ومن بعدنا ولانفسنا ولا ابو ادم انا طويل بقى رجلك وانا قصير رجلك على انا جنبك اهو لا تعالى ابو جنبي بس عشان التلفزيون ما ينفعش لا خليني بقى خلاص ولذلك دي الرساله اللي احنا بنقول عليها والمسيره اللي انتم شفتوها دلوقتي بدات ب 20 قرش عندك كم سنه يا صفية؟ كونتينياي نعم 9 وانت عندك كم سنه؟ اول تبرع استلمناه من طفل عنده 9 سنوات 20 قرش هو دلوقتي استاذ في الجامعه ايطاليانو la prima donazione che hanno ricevuto è stata di 20 centesimi da un bambino di 9 anni che oggi è un professore all'università. Cos'è? اسمك ايه؟ In Egitto. Come ti chiami? Alia. Mariam. Bismillah, mashallah. Mariam. Sayyida Mariam. Sofia, انت اسمك ايه؟ يمنى. يمنى زي بنت اختي. بنت اخويا. انت بيمنى البنا؟ يا رب. المهم 20 قرش من طفل تحولت فيما بعد الى مئات الملايين من الدولارات ومع ذلك عمل الخير يحارب ليس فقط من افراد ولكن من دول تريد ان تمنع الخير ونحن نصر ان نصنع الخير ونحن مصممون على مسيره الخير ونحن مصممون على ان الخير ينتشر في كل مكان
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين ولن نتخلى. معانا يا أبو آدم؟ زي تبقى أنت أبو آدم، أبو آدم ملوش أب كده، ولن نتخلى عن مسيرة الخير مهما كان. دي رسالة. حتى أنا عايز أقول كلمة ثانية يا شباب، عايز أقول كلمة ثانية؟ عايز أقول كلمة؟ أنا بشكركم وأنا سعيد جدا إن الاستثمار يكون في يومنا، يكون في مريم، يكون في السيدة صفية، يكون في آدم، ويكون في يونس، لأن نحن سنولي خلاص، زماننا انتهى. عشنا كتير قوي، أنا عشت كتير قوي خلاص كفاية. لابد آدم طبعا الفل يا يونس، انت مش تكنح خالص، روح نبني الطريق ليهم. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grazie mille di nuovo al dottor Henrico, un grande applauso.